السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هذا الفيديو تلقاكم بخير وصحة وعافية يا رب. نورمالمون راكم عرفتوا وين راني، خاصة سكان العاصمة. راني أنفاس فلوغ دالجي، في وسط الجزائر العاصمة. ما كانش تقريبا اللي ما يعرفش فلوغ دالجي قدام لا غروند بوست. هنا الجزائر العاصمة وسط كما لم تروها من قبل. خيرت هذا النهار الممطر الجميل سبيسيالمون لمحبي الأجواء الشتوية، الممطرة الرائعة مع فنجان قهوة. واش نحكي لكم، أنفاس يعني مقابل هذه الورود الجميلة والنباتات ما شاء الله والأمطار الغزيرة تبارك الله. يعني نفضل أني ما نحكيش في هذا الفيديو نتاع اليوم، نفضل أن نخلي الفيديو تحكي وحدها ونخلي صوت الطبيعة يحكي وحده.